مرحبا وأهلا فيكم. الساعة تقريبا 8 مساء يوم الخميس 17 تشرين الأول. تأكد على الأغلب مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والعقل المدبر لعملية طوفان الأقصى. بكل الأحوال يعني ناطرين احنا البيانات الرسمية. بكل الأحوال نحن فينا نأكد اليوم أنه عم نعيش الصفحة الأخيرة من الفصل الأخير بما يعرف حكاية محور المقاومة والممانعة. والحقيقة يعني التمن الكبير اللي دفعناه أقل يكون في عنا شيء مستفاد، يكون في عنا عبرة نعتمد عليها لحتى ما نقع بهال هو عميقة مرتين. أساس الموضوع، وهذا الموضوع عبرت عنه أكثر من مرة، بأنه هو الحكم المستبد، الاستبداد بالقرار. يعني إن كان رئيس أو إن كان رئيس حزب أو إن كان رئيس فصيل، وتنوصل للاستبداد، تجارب الاستبداد عبر التاريخ كله انتهت إما بالانفجار أو بالانهيار أو بالاثنين مع بعضهم سوا، يعني بتزامن. حتى في العهد يلي كان أو في العصر يلي كان الحكم ملكي، هو يعني الملك هو مستبد، ولكن ما كان مستبد مثل حكام هذا الوقت، يعني أو من هم يستبدون بالقرار اليوم. كان في مراكز قوى موزعة، يعني كان في مراكز قوى موزعة حتى ضمن المملكة أو السلطنة، بين يعني الملك، بين رجال الدين، بين الجيش. فكان في توليفة، وقت بيوصل من هو على رأس السلطة إلى سلوك يمكن أن يهدد المملكة أو السلطنة أو الإمبراطورية بالخطر كان يتم إزاحته. نحن اليوم لا نمتلك هذا يعني الترف أو هذه الآلية، ممكن أنه يسحبنا المستبد إلى حتفنا، وهذا اللي عم يصير اليوم. هلا وقت يوصل شخص إلى هذه المركزية في القرار ويلغي كل حالات التمثيل بيعتبر حاله إله، وبتصير الجغرافيا هي مزرعة بالنسبة له، ومن يعيش على يعني هذه الجغرافيا هو قطيع أو في أحسن أحوال رعية يجب أن يأتمروا بأمره مهما كان. يصبح وجوده هو يعني وجود الحالة، أو يعني كان الدولة أو الحزب أو الفصيل، وغيابه هو غياب الدولة أو الحزب أو الفصيل، وهي المشكلة الأساسية يلي نحن وقعنا فيها. طبعا وقت يوصل لهذا الموضوع يوصل أنه يستبد، بيصير في ضرر على المجتمع، ببلشوا الناس يبتعدوا عن الحالة يلي هو بمثلة، بيفقد شرعيته بالتدريج. يلي بيصير أو اللي صار في حالتنا، في أيادي خارجية تمد له يد المساعدة ليبقى في السلطة، ويصبح يكتسب شرعيته من الخارج ويستمر في الطريق الذي يضر في الحاضنة يلي هو يمثله أو في الشعب الذي يحكمه. فهذا الضرر بيخلي بين يعني المطرقة والسندان مثل ما بيقولوا، بين ابتعاد الشعوب وأحيانا عداء الشعوب له، وبين القوى الخارجية اللي ما طبعا ساندته بالمجان، والتي تريد أن تفرض عليه مسار معين لتحقق مصالحه وليس مصالح الشعب. وبيوصل فيه الأمر بأنه يعتبر ما يبدر عن الشعب بأنه هو مؤامرة، ويعمل يعني القضاء على هذه المؤامرة، ويدخل مرحلة، وهذا نحن عشناه كسوريين، بأنه يخون شعب بأكمله أو مجموعات يعني أو جزء من هذا الشعب، ممكن يمثل أحيانا الأكثرية، يتم تخوينه بأنه هو انضم إلى المؤامرة، وهذا نحن شفناه في أكثر من مرة، ويدخل في حالة حرب مع شعبه لكي يحافظ على استبداده بالقرار. وطبعا بيكون في ضغوط خارجية لا يأخذ مسار معين ليبقى في السلطة. هون طبعا الشعوب تبلش تبتعد عن القائد، عن الرئيس، عن يعني زعيم الحزب، تبتعد عنه شيئا فشيئا، وبالتالي بنشوف انه يعني يفقد اهم ما يمكن ان تعتمد عليه حركة مقاومة او حتى فعل مقاومة في كل التاريخ وفي العالم يلي هو الحاضنة. يعني لا يمكن أن نشكل نحن حركة مقاومة بدون أن يكون هناك حاضنة لهذا الفعل المقاوم، كان هي دولة يعني مثل سوريا، أو كان حزب مثل حزب الله، أو حتى حركة مثل حركة حماس. يعني يجب أن يكون هناك قبول ودعم من قبل الحاضنة حتى تستمر هذه الحركة وتحقق أهدافها. حتى في منطقتنا يعني الموضوع راح أبعد من هيك، صار في يعني نوع من الحرب والعداء بين المقاومة وبين الشعوب. يعني ارتدت هذه المقاومة المحور بأكمله، نحن في سوريا
وفي لبنان بشكل أو بآخر، ومن حيث النتيجة حتى في فلسطين، أصبح محور المقاومة والممانعة هو صاحب القرار، هو الذي يرى كيف يمكن أن تسير الأمور للوصول إلى الهدف النهائي على أساس بتحرير الأرض، ويدخل في عداء وحرب مع الشعب، ويبدأ بتقتيل هذا الشعب وتهجيره ويعني القضاء عليه بشكل شبه كامل حتى يستمر هو في الخط الذي يدعوه المقاومة وأنه في محور المقاومة. نحن ما راح نشكك في النوايا، ولكن أثبتت التجربة أنه من السهل عندما القائد، عندما الرئيس، عندما زعيم حزب معين أو رئيس حزب معين بيفقد الحاضنة، بتتفكك الحاضنة، يبتعد عن شعبه، يدخل في حالة عداء أو عدم تأييد من شعبه، يسهل القضاء عليه، يعني يصبح القضاء عليه سهل للغاية. لأن يلي بيحمي المقاومة، يلي بتعتمد على السرية وبتعتمد على تحركات غير الظاهرة وعلى حشد القوة بدون ما يعني يكون في علم عند الطرف الآخر بماهية هذه القوة وكيفية استخدامها إلى آخره، تعتمد على الحاضنة وعلى التورية وعلى أن يعني تشكل الحاضنة والشعب غطاء لهذه الحركة. أما لما يبتعد الشعب ويبتعد الناس عن هذه الحركة، عن المحور، عن فعل المقاومة، تنكشف هذه المقاومة ويصبح القضاء عليها سهل للغاية، حتى أن ردود الأفعال بتيجي باهتة، وأحيانا مثل ما شفنا بتيجي يعني شامتة للناس اللي تضرروا، يلي وضعت المقاومة نفسها في حالة عداء معهم، هن غالبية عظمى من سكان المنطقة، ويعني يذهب هؤلاء الآلهة الحكام بشربة مي بدون ما حدا حتى يصل إلى الترحم عليهم. لذلك ممكن نحن نلخص بأنه كان الاستبداد بالقرار في منطقتنا هو الذي أوصلنا إلى هذه الحالة، الاستبداد ويعني وصول الحكام أو أصحاب القرار لأن يكونوا في مواجهة شعوبهم أدى إلى انكشاف المقاومة وإلى استغلال جهات خارجية لحالة هذا الانكشاف. المستبد بكل الأحوال يريد أن يستمر عن قناعة وعن قناعة. نحن ما بدنا نحن هون نطلق الأحكام، ولكن هو ربما يصل فعلا إلى قناعة بأن الشعب متآمر، بأنه متخاذل، بأنه هو الوحيد الذي يستطيع أن ينصر القضية وينصر الشعب على الأعداء، ولكن ليس هذا هو الواقع، لأن الطرف يلي مده بالمساعدة ما يعني لم يمده بالمساعدة بالمجان، هو يعني نوع من الاستثمار في الحركة، في الدولة التي أصبح الرئيس فيها يأخذ شرعيته من الخارج. هذا الاستثمار يجب أن يحقق الأرباح للجهة التي استثمرت في يوم الأيام، وبالتالي هو خاضع للبيع والشراء، وتصير النتيجة مثل ما نحن شايفين. لذلك أي فعل مقاومة، طبعا أي يعني شعوب في حقوق مغتصبة في أراضي محتلة، من حقها أنه يكون عندها مقاومة، ولكن الدرس المستفاد، هذه المقاومة يجب أن تحافظ على الحاضنة. صحيح أن المقاومة تقوم بمهام خارج يعني إطار الدولة لحتى ما تحمل الدولة مسؤولية أعمال محددة ممكن تهدد الدولة كلها بالخطر، فشان هيك بتنشأ المقاومة اللي بيكون في عندها استقلال معين في القرار وعندها حجة قوية، وأهم من هيك أنه تكون من سكان المنطقة. يعني نحن حتى مشكلتنا أصبحت اليوم يعني شو الحجة في الطرف الآخر عند إسرائيل بأنه هذه المقاومة أجنبية، بأنه هي قوات أجنبية، قوات إيرانية، أن ينظرون إلى حزب الله بأنها ميليشيا إيرانية، ينظرون إلى ما يوجد في الأراضي السورية أنه هي ميليشيا أجنبية تقوم بالاعتداء عليهم. حتى حماس أن يعني بدأوا ينظروا لها، أو هن سوقوا للعالم كله أن هي ذراع إيرانية في المنطقة، وهذا كان سهل إثباته مع يعني تصريحات إن كان السنوار ولا غير السنوار متتالية بأن إيران هي من تمدهم بالسلاح والمال وقدمت لهم الدعم، فبالتالي أصبح عند الطرف الآخر ذريعة لكي يقوم بأعمال هجومية ضدهم. فالعبرة الحقيقة بأنه أي حركة مقاومة لازم تكون من سكان المنطقة، ويجب أن تكون بموارد المنطقة، ويجب أن لا تستبد في القرار، يجب أن يكون هناك آلية ويعني سلطات تمثيلية تقيم أداء المقاومة وتوجه أداء المقاومة باتجاه الهدف، للوصول إلى الهدف. وبكل الأحوال يجب أن لا تقوم هذه المقاومة
يعني دور الدولة أو تكون دولة داخل الدولة ممكن أن تحظى بهامش ضمن عملياتها، يعني ضمن عملياتها أو الأهداف، لأن هدف المقاومة دائما مثلا تحرير الأرض، استعادة الحقوق، فيجب ألا تتحول إلى حزب وتشارك في السلطة ومن ثم تقوم بأعمال تعطيل هذه السلطات وتتغول على الدولة وتستبد أيضا بالقرار، بيصير مثلا مثل ما صار باللبنان. يجب أن يعني تلتزم بمهامها وبتوصيفها، ويجب أن تحافظ على الحاضنة، ويجب أن تنسق مع الدولة التي تبقى هي الجهة الأكبر والجهة التي تمثل حقيقة مصالح الشعوب، وتلتزم بقراراتها النهائية في حال كان في هناك تعارض بين قرارات الدولة وقرارات المقاومة. هذا هو أنا برأيي الدرس اللي لازم نحن نستفيد منه. صحيح نحن عم نطوي صفحة أو فصل مؤلم للغاية، ولكن إذا على الأقل استفدنا من يعني بتشكيل رؤية أو وضعنا قواعد أو أسس جديدة للمستقبل، كيف يمكن أن نستعيد الحقوق، كيف يمكن أن نبني الدولة، كيف يمكن حتى لو نشأت مقاومة أن تكون علاقة هذه المقاومة بالدولة، وكيف يجب أن تكون بنية هذه المقاومة وماذا تمثل وإلى ماذا تسعى، فبتوقع أنه بيكون يعني الموضوع يستحق العناء، ويكون الثمن اللي دفعناه استفدنا منه وكان خطوة بالاتجاه الصحيح. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.